يا جماعه عجبكم فيديو جديد. فيديو يا جماعه هنعمل تحدي MM2 انا وصاحبي اللي هو هذا. لو تبلو بدا التصوير هو يا جماعه هنبدا حرب. طبعا يا جماعه اول واحد بيجيب 5 نقاط هو الفايز. جماعه نبدا الفيديو. جماعه تحطوا لايك واشتركوا في هذا الجرس عشان تشوفوا كل جديد. طبعا يا جماعه اعملوا حسابي اللي اعملوا فوق حسابي هذا هو اللي قدامكم على الشاشه. يلا يا جماعه نبدا. يا جماعه فوق مكتوب النتيجه وبين كل جوله وجوله في نتيجه برضو. ما كان هتقدم عليه 1-0. يا الله يا جماعه كان هتيجي عليه. الله يا جماعة 1-0 لي. الله يا جماعة كتب 1-0. الله يا جماعة 1-0 يا جماعة لي. لا يا جماعة بدنا الجولة الثانية نتيجة 1-0. الجولة الأولى انتهت بالنتيجة 1-0. يا جماعة خلينا نروح نختار. جماعة شكلي بعمل كفتة اليوم. اللي ما بعمل يا جماعة يا جماعة هلا قاتل. طبعا يا جماعة نلعب القاتل يعني شيء سهل ما هو صعب. اللي نقصه يعني يخسر. ايوه يا جماعة 2-0. ايوه يا جماعة فن فين قصدي فن. 2 نختار بالنص. بالنص حلو. هلا يا جماعة هلا حنبدأ الجولة الثالثة. طبعا نتيجة يا جماعة 2-0. طبعا يا جماعة أول واحد بيجيب 5 نقاط هو الفايز. يعني يا جماعة هذه الجيمات مش محددة. يا جماعة قاتل. يا جماعة ما بحب كثير ألعب القاتل بس يلا حسب لنا شيء. معلش فين راح فايسي؟ فرح وجهي وجهي يا جماعة فرح فرح وجهي يا جماعة قالوا لي. يا جماعة حلو يا جماعة. ايوه اياته اياته ما مكان نرمي. ايوه تعال تعال يا جماعة ممنوع اني اتي من قريب. ما ادري اذا انا يا جماعة ما انا محدد هذا القانون بالنسبة لي. ما ادري اذا هو بيته من بعيد ولا ممنوع بالنسبة لي والله اعلم. ما بحب اتي من قريب. اتي من بعيد يعني بالرمي. يا جماعة رجع فيسي. هذا ما اعتقد يا جماعة. رمي. يا جماعة قتلني. يا جماعة هلا 2-1. ما بنطلع حاله جواع بنطلع جماعة لحد. هنا جماعة نكتب 2-1. حط اللي بالنص. بالنص حلو. اللي بالنص حلوي. اللي بالنص يا جماعة قناته واللي موجودة قدامكم. طبعا يا جماعة لا تنسوا تشتركوا فيه وصلوها 100 مشترك. يلا يا جماعة نكمل. شرف أخيرا يا جماعة. أكثر شيء بحبه إني أكون شرف. مع إنه يا جماعة ما عندي لحالي. ما عندي جماعة كتير يعني شرفات يعني بس 2 يعني شرطيات يعني أنا فوز بالشرطيات. تعال تعال تعال
الله يا جماعة قتلته. 3-1 ولحه هاي جماعة احنا في الجولة الخامسة نتيجة 3-1 جماعة بصير 4-1 خلاص جماعة ما بدي افوز انا شايف يا جماعة هاي جماعة يعمل ريمونتاد علي يصير 4-2 قصدي 4-3 خير يا جماعة يعمل زي ما عمل هلال بالاتحاد الله يا جماعة 4-1 4-1 يا جماعة الفوز الجيم الأخير خلاص رسميا أنا بطل الحلقة يا جماعة أقول له نتيجة 4-1 ننتقل الجيم اللي بعده جولة هاي يا جماعة احنا وصلنا الجولة السادسة هذا يا جماعة أنا فزت فيها خلاص أنا ما بعرف بطل الحلقة لو هو فاز إله أمل يتعادل يا جماعة ما أعتقد إنه الأمل يعني مستحيل يتعادل إلا يعمل زي ما كنت عم بعمل مواد إمبارح راح تعادل معي فجأة وعمل زي منتدى فيه فجأة ما أدري كيف كل شيء صار فجأة يا جماعة هلا أنا قاتل هلا يا جماعة لو أنا قتلت قاتل يا جماعة اللعب في القاتل يعني إشي سهل قاتل 1000 شوف يا جماعة 1000 يا جماعة لسه اليوم وصلت 1000 يا جماعة يعني أنا فزت بهذا الجيم يمكن خلاص أنا ببقى بطل الحلقة مش يمكن خلاص تصفية بكون بطل الحلقة لكن يمكن يا جماعة يقدر يفوز علي عشان يا جماعة مستي مني كتير حرة في القاتل الله يا جماعة إذا إذا ارمي 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 يا جماعة عم بعلق ايوه عم ارمي ارمي ما بتيجي عليه بنط فيك طفتي راح هيات هيات جماعة ما عم بيجي عليه يا جماعة بلحقني ما بلحقني لا لا يا جماعة لا 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 يا جماعة لا 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 هخسر هخسر حس حالي هخسر الله يا جماعة فزت فزت خلاص يا جماعة بطل الحلقة بطل الحلقة خلاص 5-1 هذا كان فيديو يا جماعة حطوا لايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس الجرس يسوي جوجل جديد طبعا يا جماعة اشتركوا بقناته طبعا يا جماعة رابطها في التعليقات وهي يا جماعة قدامكم طبعا يا جماعة اعملوا فولو لحسابي ما ضل شيء يا جماعة 50 فولو بس يا جماعة باي.